أول أسئلة هذا اللقاء من المرسلة جيم جيم من الرياض، تقول: تزوجت من رجل طيب والحمد لله، وذهبنا للعيش مع أهله في مدينة بعيدة، لكن عندهم عادة ليست حميدة، هي كشف نسائهم عند الرجال، وأبوهم شيخ كبير ويستعمل الدخان ولا يداوم على الصلاة، وقد أشرت على زوجي الذهاب من عندهم، عندما نصحناهم فلم يستجيبوا، ولكن زوجي رفض بحجة أن هؤلاء أهله ووالداه، فقلت سوف أذهب وحدي لأني أخاف على نفسي، فما قولكم في فعل هذا وما ترون لي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه مما لا شك فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم رأيت عليه خللا، ولا سيما إذا كان قريبا منك أو قريبا من الأسرة التي تنتسب إليها. فما قامت به هذه المرأة أمر تشكر عليه من الاستنكار لعدم الحجاب ومن تكاسل عن الصلاة وشرب الدخان، كل هذه منكرات بلا شك، وقد أدت ما يجب عليها فجزاها الله خيرا. وأما ذهابها من عندهم بدون إذن زوجها فهذا يخشى عليها من الضرر بسببه، ولكن في المرة الثانية لا تذهب معه إليهم، تبقى في بيتها ولا تذهب معه إليهم ما داموا على هذه الحالة. نعم، يبدو أنها معهم للعيش معهم بشكل مستديم، ما هو زيارة، تقول ذهبنا للعيش معهم. للعيش معهم، إذن لها الحق في أن تطلب بيتا مستقلا، تطلب من زوجها بيتا مستقلا، لها الحق في ذلك. نعم.